هل يا دكتور احمد بالنسبه للفحوصات، هل في فحوصات معينه لما بيجي لحضرتك حاله هو اي مريض بيجي يشتكي بدوالي بعد الفحص الاكلينيكي في العياده وتفحصه وتشوف فعلا الدوالي، وفي شويه اختبارات للصمامات بتاعه الاورده العميقه مع الاورده السطحيه والحاجات دي كلها، يستحسن لازم المريض يعمل دوبلكس. ايوه دوبلكس، ولازم اشعه على الاورده الصبغه. ولازم المريض دوت اذا كان فحصت بطنه وشكيت في اي حاجه يعمل اشعه تلفزيونيه على البطن، لعل وعسى في بعض المرضى يجي يقول لك فجاه انا بقالي شهر الدوالي ظهرت، تلاقي في ورم في بطنه، تلاقي في حاجه ضغط على اي حاجه بتزود ضغط البطن، فبالتالي تضغط بتزود الضغط على الاورده بتاعت البطن اللي هو هتبقى بعد كده واصله للوريد الاجوف السفلي. اذا ضغط عليه تبتدي تسمع لك تحت بصوره اورده متوسعه اللي هي الدوالي. اللي هي الدوالي.